يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل موظف استقبال في مكتب للاستفسارات النفسية، ويباع في هذا المكتب كتب فلسفية، وأقوم باستقبال الطلبات وبيع هذه الكتب الفلسفية، فهل عملي مباح؟ ما أدري عن هذه الكتب، لازم تفحص ويشاف هل هي سليمة أو ما هي سليمة. أما أنك تبيع كتب كذا بدون فحص وبدون تقرير من العلماء لا تبيعها. نعم، قد يكون فيها خرافات، قد يكون فيها شيء من المحرمات. نعم.